وضع حال لوجين والحلالولة كتير تعبانة هلأ، صرنا حاليا شهر هون بالمشفى، وكل ما لأسوأ عم تتراجع حالتها لورا. حلونا على مشفى بسلقين، وما يعني ما في غير هذا الدكتور دموي بيحلل للسرطان. رحنا لهنيك وقام قالونا انه معها سرطان بالدم وبدأ يحالي على تركيا، وما عم تقدر بتاكل ابدا ابدا، يعني عم شربها الحليب بالسراني، وكتير يعني وضعها كتير تعبان وسيء.